بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل المحاضرة السابعة من الدرس الثاني العنوان Internal and Compressive Viscous Flow من مقرر ميكانيكا الموائع 2. بداية أود تذكيركم بأني بدأت في حل المسألة بالنسبة لمائع يسير بين Two Fixed Plate يعني Poiseuille Flow، ونحاول أني نشرح طريقة حل المسألة أو الخطوات المتبعة. وصلنا في الحصة الماضية إلى أنه عرفنا أنه U is function of Y، الـ V تساوي 0 و W تساوي 0. فنبدأ بالـ W تساوي 0 وتأثيرها على البالانسز. فهنا كل ما نلقى W يعني إيش؟ تروح. فهنا تروح. أيضا في المعادلة هذه كل ما هو W أيضا يروح. بالنسبة أيضا للمعادلة هذه W تساوي 0 تروح. عندي V تساوي 0، كل ما نلقى V راح تروح. فهنا عندي V تساوي 0 تروح، V everywhere نمسحها وتساوي 0. تقعد لي أخيرا أنه U is function of Y، فيعني du على dt تساوي 0، الديو على الدي اكس ايضا تساوي 0، الديو على الدي زد تساوي 0. قلنا الديو على الدي اكس والديو على الدي زد تساوي 0. فايش يقعد لي في المعادله هذه الاولى؟ يقعد لي ترم 2 3. في المعادله الثانيه كل ما هو على اليسار يساوي 0، تقعد لي ترم اند 2. ايضا المعادله الاخيره زد كومبوننتس، يبقى لي ترم على اليسار يروح، يقعد لي الترم هذا والترم هذا. فلو مريت اختزال للمعادلة اللي قلنا انه على x component we have 3، على y component we have 2، and z component we have 3. فاذا هنا ignoring gravitational effects يعني اخذنا assumption جديدة انه راح ايش neglect او ما ناخذ بعين الاعتبار كل ما هو gravitational يعني g، فراح تروح الجي من هنا ومن هنا ومن هنا. تقعد لي المعادلة حسب ما هي مكتوبة هنا على الـ X component بالطريقة هذه، على الـ Y component بالطريقة هذه، وبالـ Z component بالطريقة هذه. عندي هنا derivation of pressure على الـ Y و derivation of pressure على الـ Z تساوي 0. فهذا يعني الـ إيش؟ يعني أنه الـ pressure ما تتغير أو ما تتأثر بإيش؟ بالـ Y والـ Z. فإذا تقعد لي الـ pressure is function of X only. لو تتذكروا في المحاضرة الأولى قلنا إنه البريشر تتأثر بـ 3 coordinates x, y and z. فهنا راحت الـ y وراحت الـ z، قالت لي إيش؟ قعدت لي البريشر depends only of x. بالنسبة للمعادلة هذه اللي سميتها معادلة 4، راح نشوف بعدين إيش راح تكون معايا إن شاء الله. هنا أخذنا المعادلة 4 وفكيناها على جزئين، فـ writing 4 we get this balance. زي ما قلنا P is function of X only and mu is a constant، زي ما قلنا بما أن نيوتنيان فلويد. And therefore HS يعني إيش؟ يعني right hand side of equation، يعني هذا الجزء اليمين is function of X only. عندي أيضا U is function of Y only and therefore LHS يعني إيش؟ left hand side of this equation يعني الجزء اللي على اليسار من هذا البالانس is function of y only. الجزء اللي على اليمين depends only of قلنا ايش x، والجزء اللي على اليسار depends only of y. therefore 5 gives function of y is equal function of x is equal constant، بما انه الاثنين متغيرين في الرياضيات ما يكون هذا الا ثابت. it means delta p is minus derivation of pressure of x is equal constant، يعني هذا الجزء ايش ثابت. that is pressure gradient in the x direction is constant. وهذا جد مهم، ان قلنا derivation of pressure على dx تساوي constant، هذا راح يتيح للمجال في الرياضيات اني نقدر نحل المسألة اللي راح تكون بعدين ان شاء الله. هنا نكون خلصت المسألة أو بداية المسألة، فقط هنا أود طرح سؤال، هل إنه gradient of pressure على dx، gradient of pressure على dx ثابت أو يتأثر بالx أو بالy أو بالz؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.